بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين يا رب العالمين. من آداب الدعاء المهمة اللي بتجعل دعاء العبد لربي أرجى بالقبول هو تحري الأوقات الفاضلة والأزمنة المباركة والحالات الشريفة للدعاء فيها، كما أخبرنا بذلك الشرع الشريف. ومن هذه الأوقات اللي بينتها أو بينها لنا الوحي الشريف إنه من الأوقات الشريفة أثناء صيام الإنسان عند إفطار، أثناء الصيام عند إفطار الصائم، وقت السحر، عقب الصلوات المفروضة، كما أخبرنا بذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حينما سئل أي الدعاء أسمع، فقال صلى الله عليه وسلم: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. يعني لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي وقت للدعاء بيكون أقرب وأرجى في الإجابة، فأخبر النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: جوف الليل الآخر، يعني في وسط النصف الأخير من الليل. وقال صلى الله عليه وسلم: ودبر الصلوات المكتوبات، يعني الدعاء آخر الصلوات الفرائض. طب الآخر ده اللي هو إمتى؟ يعني إن إحنا الدبر في الصلاة يعني آخر الصلاة، إما بعد التشهد عندك ده تدعي بعد قراءة التشهد وقبل التسليم، وبعد التسليم كذلك اللي هو مباشرة عقب أدائك للصلوات تدعو الله سبحانه وتعالى بما تشاء. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن له دعوات عقب الصلوات المفروضات، فهي من الأوقات والأحوال الشريفة التي يتحرى فيها الإنسان المؤمن أن يدعو ربه ويسأله من خير الدنيا والآخرة. ومن الأوقات الشريفة اللي هتكون أرجى بقبول الدعاء كذلك بين الأذان والإقامة. إحنا بنسمع الأذان وفي الإقامة بعد الأذان، إقامة الصلاة، بين الاثنين من الأوقات الأرجى فيها قبول الدعاء، فيكثر العبد فيها عند نزول المطر الدعاء حال السفر، أي مكان السفر للإنسان ده طبعا مسافره، وكذلك الدعاء في الأماكن الشريفة والبقاع الطيبة المباركة كمكة المكرمة والمدينة وغيرهم من الأماكن اللي هي الطاهرة المبجلة. وأيضا في حال السجود الإنسان هو بيسجد يدعو المولى سبحانه وتعالى أثناء سجوده، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا الدعاء، كثر من الدعاء أثناء السجود، اللي ليه دعوة عند الله يكثر بالدعاء بها عند السجود، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبرنا فقال: فقمن أن يستجاب لكم، يعني جدير في هذا الحال الشريف إنه تجاب دعوة الداعي، وحري أن يستجاب لمن دعاه في سجوده، والله كريم جل جلاله. الله كذلك من الأوقات والأحوال الشريفة جدا لإجابة وهي أرجى لقبول الدعاء عند التقاء الجيوش، كذلك هذه إذا دعا الإنسان تجاب دعوة الإنسان المؤمن. وعند كذلك الوجل ورقة القلب، بمعنى أنه الإنسان بيجي له كده ساعات أحوال خشوع وخضوع لله سبحانه وتعالى، فيلاقي نفسه كده كثير الذكر، وانت في الحالة دي ادعي، لأن انت اللي تحرك القلب ولهج اللسان بذكر الله، ادعي رب العالمين سبحانه وتعالى. دي من الأحوال والشريفة اللي يعني يفضل الإنسان فيها أنه يدعو، لأنه بيكون دعاءه أرجى بالقبول. كمان من الزمان الشريف عشر الأضحى، هذه العشر من ذي الحجة نكثر فيها من الدعاء والتضرع والرجاء. وربما كمان أنه في هذا الزمان الشريف بيجتمع للداعي أكثر من حال ووضع يكون أرجى في قبول
الدعاء بتاعه. يعني هتلاقي مثلا كتير من الناس بتجتهد بالصيام في هذا الزمان الشريف، فهناك الصائم فيها، الصائم ده جمع بين عدة أحوال شريف، كونه صائم ومصلي بيدعو في سجوده، وكذلك بيدعو بعد التشهد وعقب الصلاة وعند إفطاره من الصيام في هذا الزمان الشريف، كمان بيدعو في جوف الليل في هذا الزمان الشريف وفي هذا الحال الشريف من الصيام والصلاة، يدعو في جوف الليل ويدعو عند سحوره ويدعو في التلت الأخير من الليل ويدعو أثناء قيامه وإحياء الليل. كل دي عوامل كتيرة أرجى في قبول الدعاء. وإحنا بنتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، ندعوه جل جلاله مع كمال الاستسلام والتسليم له وحسن الظن في الله جل جلال الله، لأنه سبحانه وتعالى هو الأعلم بما فيه الصالح لنا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير جل جلال الله. يبقى على المؤمن أنه يتضرع، على المؤمن أن يتضرع بالدعاء إلى الله تعالى وهو موقن بالإجابة، بس ليست الإجابة التي يريدها الإنسان الداعي بعلمه المحدود، مش الإجابة بقى اللي أنا بدعي بوظيفة معينة وعايز هي الوظيفة دي، بدعي بزوجة معينة، بدعي بشيء معين، بدعي بالحصول على شيء أو بدفع شيء. والإنسان مهما كان حدود معرفته فهي محدودة. أنت تدعو الله سبحانه وتعالى وتسلم، والله يصرف للإنسان ما فيه الخير. إحنا نوقن بإجابة الله تعالى لدعائنا وفق حكمته وعلمه سبحانه وتعالى التي تقتضي حدوث إحدى ثلاث أمور كما أخبر بذلك الحديث الشريف. والحديث ده مهم لأنه بيضبط مسألة فهمنا لفقه الدعاء، وبالذات فقه مسألة فقه إجابة الدعاء. إيه شكل إجابة الدعاء؟ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعلمنا ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث حاجة من ثلاثة بتحصل له. لذلك الذي يتوجه إلى مولاه بالدعاء، إما أن تعجل اللي هي الدعوة بتاعته، إما أن تعجل له دعوته تجاب الدعوة بتاعته عاجلا، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. الحديث ابتدى بضرورة أنه يجب ألا يعتدي الداعي في دعائه حتى يكون الدعاء أرجى بالقبول ولا يأثم عليه صاحبه، زي ما الناس كتير بتقع في انها تدعي على نفسها او تدعي على اولادها او تدعي على خدمها او تدعي على اي حد، اي دعاء بسوء، كما اشار الحديث الشريف ليس فيها اثم ولا قطيعه رحم. يعني بتدعي دعاء، النبي هنا عليه الصلاه والسلام اشار الى مساله من ضمن المسائل التي يعتدي فيها الانسان في دعائه، ما بيبقاش ملتزم باداب واحكام الدعاء فيدعو باسم أو بقطيعة رحم. فينبه النبي عليه الصلاة والسلام أنه بتجاب دعوة الداعي إذا خلت من هذا السوء كالدعاء بالسوء أو بقطيعة الرحم. وعشان يعرف برضو الإنسان شيء مهم، أن الهدف من عبادة الدعاء مش في حصول المطلوبات فقط، أنا عايز ده ومش عايز ده واديني ده وما تدينيش ده. عبادة الدعاء مش محصورة في هذا فقط، مش محصورة في المطلوبات اللي أنا عايزها. المهم إنه يتحقق العبد أثناء قيامه بالدعاء بهذه العبادة، يتحقق بالخشوع ويتحقق بالخضوع لله تعالى، هذا الخشوع وذلك الخضوع الدائم، وإنه يتحقق القلب الضارع لمولاه جل في علاه بإنه متعلق به وحده سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. فأنا تعلقت بالحي الباقي مش متعلق بالفاني، قلبي متعلق بالباقي،
الذي بيده ملكوت كل شيء، فيتضرع العبد بالدعاء وهو موقن بأنه عبد فقير إلى عطاء الله، فقير دائم إلى عطاء الله، ملوش حيلة في شيء، هو بيستحضر، هو بيدعو وهو عبد فقير بين يدي مولاه، مستحضر أن الله هو الله الغني القدير الصمد الذي يسأل من فضله جل جلاله، فيصرف بقدرته ورحمته ومنته لعباده ما فيه الخير لهم والهدى والرشاد. وعلى العبد إنه يعي مسألة مهمة جدا بتفوت بعض الناس، هي ضرورة التزام عبادة الدعاء. وإحنا التزام عبادة الدعاء في الرخاء والشدة. يعني إيه في الرخاء والشدة؟ بلتزم هذه العبادة في الرخاء، يعني لما تكون أمورنا كويسة ومستقرة، وبلتزم برضو عبادة الدعاء في الأوقات الصعبة، يعني عند الامتحانات الشديدة، عند الامتحانات الشديدة، لأن ده عبادة الدعاء، أو الدعاء هو في ذاته عبادة، عبادة بمجردها عبادة، مطلوب من الإنسان دائما إنه يلزم باب الدعاء، وإنه لهذه العبادة أجر وثواب عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما أخبرنا سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن الدعاء هو العبادة، قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها قول المولى سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فهنا قابل العبادة بالدعاء، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الدعاء هو العبادة. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالدعاء ووعد بالإجابة، لكن المشكلة إن كتير من الناس بتستعجل الإجابة في على الدعاء في الصورة اللي هي عايزاها فقط. يعني أنا ليا مطلوب معين، ليا رجاء بشيء معين، فأنا على طول أدعو وبعدين أقول ده أنا لا يستجاب لي. والحقيقة إن إجابة الدعاء ليها ثلاث صور، زي ما قلنا وكما قلنا من خلال فمنا لما أمر ووجه إليه سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنه إجابة الدعاء مش صورة واحدة زي ما أغلب الناس فهم ده، إني أنا لما أدعو بشيء معين، الناس فهم إنه لما يدعو بشيء معين علامة القبول إجابة المطلوب، ده اللي في ذهن الناس، في ذهن أغلب الناس، بينما إجابة الدعاء بالمطلوب هي واحدة من ثلاث صور ذكرهم الحديث. الصورة الأولى لإجابة الدعاء، أنت بتدعو الله وبتلح بالدعاء وبعدين تقول إيه ده أنا الدعاء بتاعي ما بيستجبش، لا ربما استجيب لكن في صور أخرى. تعال نشوف الثلاث صور لإجابة الدعاء. أول صورة إما أنه تكون للإنسان في الدنيا أنه أنا دعيت ولم ينفذ لي ما أريد في دنياي، لأنه في علم الله انه ده مش شيء كويس ليه، فيحصل انه او انه كويس، فلما بيبقى انه كويس يحقق للانسان المولى سبحانه وتعالى ما يريد في دنيا، لكن في الوقت الذي يريده الله سبحانه وتعالى لا في الوقت الذي انا اريده. يعني انا ادعو الله باي دعاء ما تحققش في الزمن اللي انا عايزاه او ما تحققش بسرعه، لكن اتحقق خلال حياة الإنسان. لو تحقق أثناء حياة الإنسان ما يدعو به الإنسان المؤمن، يبقى ده عجل الله له دعوته في الدار الدنيا. هل كل أنواع الدعاء إجابة الدعاء كده؟ لا، في صورة تانية لإجابة الدعاء. الصورة التانية لإجابة الدعاء هو أن يدخر ثواب هذا الدعاء للداعي، أجر وثواب على هذا الدعاء في الآخرة. الصورة التالتة لإجابة الدعاء إنه يدفع عنه شر كان هيحصل له ببركة لزومه لعبادة الدعاء. يبقى احنا هذه العبادة أنا بتوجه إلى الله وبسأل الله من خير الدنيا والآخرة، فرب العالمين سبحانه وتعالى إما يعطيني ما أريد في الدنيا
أو إما يأجلوا لي ثواب مدخر في الآخرة، أو إما يصرف عني من السوء بقدر ما أديت في هذه العبادة وهي عبادة الدعاء. فأنت مجاب على كل حال، لكن مش مجاب بالصورة اللي أنت عايزها، مجاب بالصورة اللي أفضل من اللي أنت عايزها، اللي فيها الخير ليك. فالإنسان مش يتعجل، يجاب لأحدكم ما لم يعجل. الناس بتستعجل، عايزة على طول إجابة الدعاء في الصورة أو بالشكل اللي هي عايزاه. الله عليم، علام سبحانه وتعالى، حكيم، يصرف للعباد ما فيه الخير لهم وفق لعلمه سبحانه وتعالى وبحكمته جل جلاله الله. فيبقى الإنسان مستسلم لقضاء الله تعالى وقدره وبيأدي اللي عليه، هو عبد مفتقر لعطاء الله دائما أبدا. فهو يسأل الله سبحانه وتعالى ويدعو الله دائما أبدا. وأذكر نفسي وحضراتكم بأننا في زمن شريف، علينا أن احنا نستثمره بأن احنا نكثر فيه من الدعاء، ونلح في دعائنا للمولى سبحانه وتعالى، ونلح قدر طاقتنا وبجوامع الدعاء الواردة في القرآن والسنة، في القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة المطهرة. ولا مانع إنه لو أنا مش حافظ حاجة من الأدعية دي، إنه يناجي العبد ربه بما يشاء بلسان بسيط، مفيش مشكلة. لكن إحنا لما بنتعلم جوامع الكلم وأدعية القرآن الكريم وأدعية السنة النبوية المطهرة، إحنا بندعي بعبارات تشمل خيري الدنيا والآخرة. الإنسان له طلب، له رجاء في نفسه، في ولده، في عمله، في رزقه، في حياته، في أي شيء. إحنا في زمن شريف، ما ينفعش يضيع كده من غير ما إحنا نستثمره. أدعوا قوموا لله قانتين داعين، فالله تعالى سميع الدعاء. استعدوا ليوم عرفة باستحضار الدعوات من الآن بالإكثار منها. فرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علمنا وقال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فنحضر الدعوات ونركز في عبادة الدعاء. اللي صايم، أنت ليك دعاء لا يرد أثناء صيامك، ثلاثة لا ترد دعوة من ضمن الثلاثة: والصائم حتى يفطر. فمعك أثناء الصيام ندعو ونركز في الدعاء، وعند الإفطار ندعو، لأن برضو للصائم عند فطره دعوة لا ترد. ندعو وإحنا بنفطر، ندعو في سجودنا، في صلواتنا، ندعو بعد التشهد، ندعو بعد عقب الصلوات، ندعو الله ليل نهار، ندعو الله بين الأذان والإقامة. في هذا الزمان الشريف كل أداب الدعاء والمواطن والمواضع الشريفة للإكثار من الدعاء نكتر فيها دلوقتي، لأن احنا في موسم، في أيام معدودات، معلومات كلها خير وبركات. نجهز كل الأدعية اللي احنا عايزينها، ونحفز النفس والقلب بأن احنا في أيام شريفة العمل الصالح فيها أحب إلى الله مما في سواها. فلنكثر من الصالحات ولنغترف من هذا الخير، ونتعرض لنفحات الله بالطلب. هذا وقت الطلب، هذا وقت السؤال، هذا وقت الدعاء. تدعي رب العالمين، اللي هيحيي لربنا يكرمهم بإحياء الليل، بعض الليل نقصد بذلك، أو أغلب الليل، كل إنسان على حسب طاقته يدعو الله ويكثر، وبالذات في وقت السحر. هذا الوقت اللي هو شريف في كل وقت، وأكيد آكد في الشرف والعطاء والمنح ونفحات رحمة الله في هذه الأيام المباركات. مهم استغلوا الوقت ده بين الإنسان في سجودك، في قيامك، في إحيائك لليل بعد قراءة القرآن، وانت جنب والديك اللي حد منهم موجود، يقول لأبوه أو أمه، يدعيله في هذا الدعاء بتاعهم لا يرد. في هذا الزمان الشريف نتعرض لنفحات الله، نتعرض لنفحات رحمته، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. يجي للإنسان نفحة، تيجي للإنسان نفحة تبقى باب خير كبير وما يتقفلش تاني. بإيدينا استثمار هذا الزمان الشريف. وحنبه وأذكر ببعض الأمور السريعة وإحنا بندعي. اتعود وإنت تدعو الله سبحانه وتعالى أن نبدأ أي دعاء نرفع إيدينا، وحنقول ده ليه،
ونبدأ بحمد الله والثناء على الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو الإنسان الذي يدعو ربه بما يشاء من خيري الدنيا والآخرة، ونختم الدعاء بالحمد والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب لو أنا دعيت وما قلتش كده مفيش مشكلة، لكن هذا من آداب الدعاء ومستحباتي التي تجعله أرجى للقبول، فالله أكرم أن يرد مثل هذا الدعاء اللي انضبط صاحبه بآداب الدعاء قدر طاقته وقدر استطاعته. كمان من موجبات الإجابة رفع اليدين أثناء الدعاء به، ثم مسح الوجه بهما عقب الدعاء، فقد ورد مسح الوجه من طرق عدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع اليدين بالدعاء. كمان ما ننساش ونحن ندعو الله تعالى ونسأل الله أنه يذكرنا أن احنا نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. اسأل الله الرزاق يوسع رزقك وانت بتجتهد وبتاخد بالأسباب، اسأل الله الوهاب يهبك من تشاء من الأولاد ويهبك الذرية الصالحة ويهبك الزوجة الصالحة ويهبك الزوج الصالح. فنسأل الله باسمه الوهاب، والوهاب دايما في العطاءات اللي هي أنا ظروفي ووضعي والأحوال بتاعتي صعبة، فبسأل الله الوهاب فيصرف، هو الله الوهاب. ونتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنه لله نفحات في هذا الزمان الشريف، نفحات من رحمة الله يصيب بها من يشاء من عباده، وأكيد كلنا محتاجين وكلنا في احتياج دائم للمولى سبحانه وتعالى ومحتاجين لمطلوبات عدة. فنسأل الله بالوهاب ونسأل الله بالرزاق ونسأل الله سبحانه وتعالى بالقدير، ونسأل الله سبحانه وتعالى يغفر ويرحم ويستر، فهو الغفور فهو الستار، إنه سبحانه وتعالى يصرف لنا من الأمور ما فيه الخير لنا، فهو سبحانه وتعالى العليم الحكيم. نسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الودود، نسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الرحمن الرحيم الغفور، سأل الله سبحانه التواب. احنا واحنا بندعي في اي دعاء لا ننسى اسماء الله، لان الله واسمائه سبحانه وتعالى وصفاته العلى. الله تعالى يقول ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، هو من وجهك اليه، هو اللي وجهك لمفاتيح الفرج، ما تبقاش في ايدك وتغفل عنها، تتعلق بالفاني وتترك الباقي جل جلاله، اللي علمك ازاي تدعوه وازاي تطرق الباب وازاي تكون من الملحين في الدعاء. ان الله يحب الملحين في الدعاء، فما استبطئش دعوه وما اقولش ان هي ما جاتنيش او ما جانيش اللي انا عايزه، لا، ارضى 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 واسال الله والح في الطلب، واساله باسمائه الحسنى وصفاته العلى، فهو الذي ارشدنا الى ذلك في كتابه سبحانه وتعالى. ولما ندعي بالخير للغير ابدأ بنفسك أولا. يعني أنا هدعي لأولادي، هدعي لأساتذتي، هدعي لأقاربي، هدعي لوالدي، هدعي لأي حد، ابدأ بنفسك أولا. ده من أداب الدعاء وأرشدنا إليها هدي القرآن الكريم. ربنا الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، اغفر لنا ابتدى الأول، ابتدأوا بالأنفس، اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وأختم مع حضراتكم هذه الفقرة بدعاء من أدعية القرآن الكريم. القرآن كله أدعية جميلة ورائقة وبتغطي كل جوانب الحياة وكل احتياجات الإنسان، فلما نلزم القرآن وإحنا بنمر على آيات الدعاء ما نمرش عليها بقلوب غافلة، لا، بقلوب واعية وأبصار ثاقبة تتأمل ما في أدعية القرآن، من قد إيه إحاطة هذه الأدعية بجميع جوانب حياة الإنسان، فيبقى الإنسان بيقرأ القرآن ويتجاوب معه. وده كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام، إذا مر بآية رحمة سأل الله من رحمته، وإذا مر بآية فيها عذاب استعاذ بالله، وهكذا حاله صلى الله عليه وسلم في تجاوبه مع القرآن الكريم. هختم مع حضراتكم بهذا الدعاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وحضراتكم إلى ما فيه الخير لنا من الدعاء
في هذه الأيام المباركة والليالي الشريفة، وبالذات في يوم عرفة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الموفقين والموفقات ومن المعتوقين والمعتوقات، يعتق رقابنا جميعا من النيران. ونختم بهذا الدعاء القرآني الكريم: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. صدق الله العظيم، اللهم آمين أجمعين.